يوافق اليوم الأحد الذكرى السنوية الأولى لحق استضافة الأولمبيات الشتوية 2022، وقد بدأت اللجنة المنظمة بجمع مشروعات التصميم لشعر الأولمبيات في دورتيهما الأولمبية الشتوية والبارا أولمبية الشتوية 2022، وقالت إن الأعمال الأولية لبناء الملاعب الجديدة سيتم إكمالها بحلول نهاية العام الجاري، وسيتم بناء كافة الملاعب خلال 5 سنوات. ما زالت الأعمال التحضيرية لأولمبياد بكين الشتوي في المرحلة الأولية الآن، وتركز المهام الرئيسية للجنة المنظمة على وضع التخطيطات العامة وإكمال التخطيط الأساسي للمسابقات وتحديد خطة التسليم من أجل تقديم هذه البرامج إلى اللجنة الأولمبية الدولية بحلول يناير من العام المقبل. وفي الوقت نفسه سيتم إكمال الأعمال الأولية لبناء الملاعب الجديدة بحلول نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى تحديد مشاريع التصميم والتخطيط للملاعب ومصادر تنفيذ المشاريع ومصادر الأموال. وفي العام المقبل ستبدأ أعمال بناء الملاعب الجديدة وإصلاح بعض الملاعب الموجودة تدريجيا، ومن المتوقع أن يتم بناء المنشآت الدائمة للملاعب الجديدة في سبتمبر عام 2019. بحلول يونيو عام 2021 سيتم بناء كافة المنشآت في جميع الملاعب لتسليمها للجنة المنظمة الأولمبيات بكين شتوي وإطلاق الأعمال التحضيرية للأولمبيات. أما في مجال المواصلات في مناطق المسابقات، فقد انطلقت أعمال بناء السكك الحديدية للقطار فائق السرعة بين مدينتين بكين وتشيانجيوكو، والسكك الحديدية الفرعية لتشونغلي، ومن المتوقع أن يتم بناؤها ويبدأ تشغيلها ما بين عامي 2019 و2020. وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تبدأ أعمال بناء الطريق السريع من يانشينغ إلى تشونغلي في النصف الأول من العام المقبل، باعتباره ممرا هاما يربط بكين ويانشينغ وتشانجياكو. كما سترسل اللجنة المنظمة لأولمبياد بكين الشتوي وفدا يشمل 80 مراقبا إلى ريو دي جانيرو للاستفادة من أولمبياد ريو والحصول على تجارب للأعمال التحضيرية لأولمبياد بكين الشتوي.